يعني العريس هو يلي رح يفوت لعنا؟ ايه ام طارق هيك رح تعمل، وانا كنت عم بستنى هالشغله تصير لانه من صالحنا. صالحنا؟ ما فهمت كيف يعني؟ يعني الخطه ما بتزبط الا اذا شافنا العريس لحالنا. طيب شو رح نعمل بس يجي لعنا ونحن لحالنا؟ اول شي بدكم تستغنوا عن المكياج لانه كتير رح نستعمل منه. لا ما بدي، وانا كيف بدي اتمكياج؟ ما بدي. لك خلص شهد بشتري لك غيرهم. عنا شاش ودواء احمر؟ ايه عنا كتير منهم. وهلا بدنا نتدرب شوي على التمثيل. جاهزين؟ جاهزين. يلا لكان رح نبلش.